بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية من خلال كتاب يليغ إي كومبوندغ. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحتين، رأينا لا لاتر زاد، ثم رأينا الحالة التي تنطق فيها أس عندما تكون واحدة بين دو فويال، مثلا عندما تنطق كزاد أن تنطق كزاد. طبعا رأيناها عندما تكون بين صوتيين، كما تلاحظون أس موجودة بين إي وبين أ، هنا موجودة بين إي وبين أ. مثلا عندما تكون موجودة بين أو و أ أكسون أيغو، عندما تكون موجودة بين إي و إي، عندما تكون موجودة بين إي و إي، أ أكسون أيغو، إي و إي، إلى غير ذلك. إذن طبعا في هذه الحالات أن أس تنطق كزاد. في الحالات الأخرى طبعا أن تنطق أس كما قلنا. طبعا عندما تكون أس بين دو فويال، لكي تنطق كأس علينا أن نضيف أس أخرى، مثلا كلمة بروميس يعني العهد. إذن طبعا كما تلاحظوا بأن أس أن أتت مضاعفة حتى لا تنطق الكلمة بروميز. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنكمل مع هاد الأصوات الجديدة. طبعا نتكلم هنا عن أغ، أل، أف، أف، أف. إذن كما تلاحظوا هذه المقاطع اللفظية أنها تنطق بهذا الشكل عندما تكون عندنا أ إي متبوعة بحرف آخر، مثلا كما عندنا هنا. إذن عندنا أغ، أل، أف. ممكن تكون عندنا مثلا أز، أز مثلا، إلى غير ذلك. ممكن تكون عندنا أصوات على هاد النمط. إذن عندنا هنا لي بيشور، مثلا كلمة لي بيشور، فوالا سو سون دي بيشور. أون أ ديجا في لو فيغ بيشي، أون أ في شارل وميشيل أ لا بيش، فوالا شارل وميشيل à la pêche, à la pêche. C'est-à-dire qu'ils vont pêcher. إذن هما ذهبوا ليصطادوا. إذن لا بيش مقصود به الصيد، صيد الأسماك. كما قلنا بأن هذه الكلمة تختلف عن لا شاس، يعني صيد الحيوانات البرية. لا شاس كما قلنا تأتي من كلمة شاسي، أما كلمة لا بيش يأتي منها فعل بيشي. ومنها بيشور، 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 صياد. هنا نتكلم عن الصيادين أو الصيادون، لي بيشور، لي بيشور. إذن لي بيشور فون بارتير سور لا مير، فوالا لي بيشور سو بريبار بور الي سور لا مير. إذن نتكلم عن الصيادون أنهم يتهيئون للذهاب أو للانطلاق سيغ لا مير، فوق البحر، على البحر. إذا المقصود هنا بأن الصيادون أنهم سيذهبون إلى داخل البحر. لي بيشور فون بارتير سيغ لا مير. إذا طبعا هنا تقال الجملة الصيادون يذهبون، سيذهبون، سينطلقون فوق البحر. إذا المقصود بأنهم سيدخلون إلى البحر. Les pêcheurs vont partir sur la mer pendant 9 jours. 9 jours. œuf. إذا les pêcheurs. إذا عندنا heure. Les pêcheurs. طبعا هاد اس ديال الجمع، تنتكلمون على لي، نتكلم على عدد كثير من الصيادين. لي بيشور فون بارتير، فون
بارتيغ إذن سينطلقون. عندنا هنا كما ذكرنا فيما سبق لو فيرب الي جا قبل من فعل بارتيغ وبالتالي حصلنا على لو فيتيغ بروش. طبعا كما ذكرنا بأن لو فيتيغ بروش هو المستقبل القريب تنستعملوا فيه قبل الفعل المراد تصريفه تنستعملوا لو فيرب الي. إذن كما قلنا نقول جو في مثلا نقول جو في بارتيغ أنا سأنطلق إلى خضينا الفعل غير بوحده تيفا أنت تذهب ولكن تيفا بارتيغ أنا تتقلب المعنى أنا تتقلب المعنى تيفا بارتيغ أنت ستنطلق إلفا هو يذهب مثلا إلفا أليكول هو يذهب إلى المدرسة ولكن إلفا بارتيغ هو سينطلق نوزالون نحن نذهب مثلا نوزالون أليكول نحن نذهب إلى المدرسة ولكن نوزالون بارتيغ نحن سننطلق. إذن ثم عندنا هنا إلفون هم يذهبون إلفون أليكول هم يذهبون إلى المدرسة ولكن إلفون بارتيغ هم سينطلقون كما عندنا هنا لي بيشور مثلا نقول لي بيشور فون سور لا مير إذا المقصودون بأن الصيادون يذهبون فوق البحر ولكن لي بيشور فون بارتيغ سور لا مير هنا تتقلب المعنى يعني أن الصيادون سينطلقون سور لا مير بوندون لمدة pendant لمدة أو أثناء مثلا نقول pendant les cours أثناء الدروس نقول مثلا pendant l'explication أثناء شرح الأستاذ les élèves lèvent leurs doigts التلاميذ يرفعون أصابعهم مثلا إذا نتكلم عن كلمة pendant يعني أثناء أو لمدة إذن بحال هنا عندنا لمدة كم 9 جوغ 9 أيام إذن لمدة 9 أيام ils seront tout seul إذن لمدة 9 أيام ils seront طبعا عندنا هنا لو فيرب اتر او فيتور سامبل إذن عندنا فعل كان كما نقول ولكن في المستقبل إذن نقول je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront إذن je serai tout seul أنا سأكون وحيدا كما نقول أكون وحيد ممكن نقول je serai seul أنا سأكون وحيد ولكن هاتو تأتي للتأكيد بأنني سأكون وحيدا لوحدي إذا نقول je serai tout seul أنا سأكون جد واحد ولكن سأحذف هاد أس لأنني أتكلم عن المفرد هنا عندنا ils seront tout seul هم سيكونون وحيدين طبعا نضيف أس كما نقول وحيدين في الجمع إذن ils seront tout seul هم سيكونون وحيدين إذن غيكونوا غير بوحدهم إذن لمدة 9 أيام هم سيكونون منعزلين لوحدهم كما نقول وسط البحر tout seul sur la mer وحيدين كليا كما نقول sur la mer فوق البحر المقصود وسط البحر مي ولكن Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. 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 يعني ليس لهم خوف ولكنهم ليس لهم خوف رغم أنهم سيكونون وحيدين داخل البحر فهم ولكنهم لن يخافوا ولكننا ما عندناش هم لن يخافوا هنا عندنا هم ليس لهم خوف طبعا كلمة peur هي كلمة هذا اسم مقصود بالخوف
عندما أقول j'ai peur أنا عندي خوف. تنستعملوا الاسم ما تنستعملوش الفعل. mais ils n'ont pas peur ولكنهم ليس عندهم خوف. إذا نعيد les pêcheurs vont partir sur la mer pendant 9 jours. Pendant 9 jours, ils seront tout seuls sur la mer. Mais ils n'ont pas peur. إذن هاد الصيادين سينطلقون فوق البحر المقصود داخل البحر pendant 9 jours pendant 9 jours لمدة 9 أيام نضع فاصلة لنكمل الكلام لمدة 9 أيام ماذا هناك ils seront tout seuls هم سيكونون وحيدين كليا كما نقول tout seuls sur la mer وحيدين كليا فوق البحر كما قلنا داخل البحر mais ولكن ils n'ont pas peur ليس عندهم خوف إذن عندنا leur veuf كما عندنا هنا veuf peur neuf seul sœur ثم عندنا في بعض الحالات نجد هاد او ملتصقة مع أ وتنطق أيضا أ وتنطق أ أ أ مثلا لو بيشور أ لو بيشور أ لو بيشور لو بيشور لو بيشور نتكلم هنا عن لي بيشور الصيادون لو بيشور الصياد ثم عندنا لو كور لو كور إذن عندنا هاد أ لو كور إذن نتكلم عن القلب يسمى لو كور لو ديبار دي بيشور بون بيش إذن عندنا انطلاقة الصيادين بون بيش إذن كما نقول صيد جيد كما نقول لهم بالتوفيق بون بيش صيد جيد لو ديبار دي بيشور بون بيش إذن لو ديبار طبعا التي لا تنطق لو ديبار دي بي pêcheur bon pêche إذن صيد جيد ثم عندنا هاد الأصوات مرة أخرى إذن عندنا أغ تنطق بنفس الطريقة ولكن كل كلمة عند الكتابة ديالها بحال دابا كلمة كور تكتب بالطريقة كلمة سور مثلا كلمة الأخت أن تنطق بالطريقة كلمة بوف التور بهد الكتابة أننا تنستعمل فيها هد أو أ ملتصقتين ثم عندنا بعدها إي ولكن في النطق تنطق مثل هد أ إذن أغ 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 لو بيشور لو بيشور إذا نتكلم عن صياد الماء صياد البحر أو صياد الأنهار نتكلم عن صياد الأسماك يسمى لو بيشور ثم عندنا لو شاسور إذا هنا نتكلم عن صياد البر صياد الحيوانات البرية لو شاسور ثم لا فلور نتكلم عن وردة أو زهرة لو كور القلب نوف ici on a 39
إذن عندنا كلمة ناف تعني تسع، وممكن في الوصف تعني جديد، مثلا جي ان ستيلو ناف، عندي قلم جديد ناف. إذن هذه الكلمة ممكن تعني تسع، ممكن تعني جديد. إذن ناف، ان شابو ناف. لاحظ هنا، لاحظ هنا، إذا نتكلم عن ان شابو ناف، إذا هنا تسع ممكن تعني جديد، لكن هنا عندنا طربوش جديد. طبعا في المؤنث نقول في هذه الحالة بحال اللي عندنا هنا المؤنث ديال هذه الكلمة هنا بهذا المعنى، في المؤنث نقول ناف، ناف في المؤنث نقول ناف، نقول مثلا إن بليم ناف، إذا نتكلم عن ريشة جديدة. أن شابو، أن شابو ناف، أن شابو ناف، إذا نتكلم عن طربوش جديد. ثم أن ناف، أن ناف، إذا نتكلم عن فوالا. غوغاردي لا كيسكونا، أون أن ناف سيغ سيغ لو بلا، أن ناف فوالا سيت أن ناف سيغ لو بلا. إذا نتكلم عن كما نقول بيضة فوق المقلاة، بيضة فوق المقلاة، إذا نتكلم عن أن ناف. إذا عندنا هنا أن ناف، ثم أن بوف، أن بوف، فوالا فوالا سيت أن بوف، فوالا سيت أن بوف. أبخي هنا أول، أبخي هنا دي مو أفيك أول، باغ إكزومبل لي تخوا بيشور سون تو سول سور لور باتو. لي تخوا بيشور، غوغاردي إيسي، هنا أن دو تخوا، أن بيشور، أن بيشور، أن بيشور، فوالا أون تخوا بيشور. لي تخوا بيشور سون تو سول، إذن الصيادون التلات سون تو سول، هم جد وحيدين، سور سور لور باتو، على قربهم، على قربهم أو على سفينتهم إلى غير ذلك. إذن الصيادة بثلاثة هم وحيدين في الباتو ديالهم. لي تخوا بيشور سون تو سول سور لور باتو. أبخي أون دي مو أفيك أور، باغ إكزومبل، باغ إكزومبل لو جور، لو جور. طبعا هنا نتكلم عن أور، أور، نتكلم هنا عن أور، ولا نتكلم عن أور، 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 أور. هنا مثلا لو جور اليوم، بونجور يوم سعيد، بونجور. سي بور مو، سي بور مو، نقول مثلا سي بور مو، إنه لي، إنه لي. C'est pour moi. Il court. Il court. ويجري. طبعا عندنا لو فيرب كورير. C'est le verbe courir. Au présent. إذن مصرف في الحاضر. Il court. ويجري. ثم عندنا le four. Le four. Le four. Regarde ici. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà vu le four. C'est le four. C'est le four. Et bien, on a parlé de la forme. Le four. Le four. Et enfin, on a des mots avec war. War. Et bien, OI. OI, t'as bien ton tac. Wa. Comme on a dit. Et bien, ma R. Nam tac le jamie. War. War. Maintenant, voir. voir voir. إذن رأى، إذن نتكلم عن لو فيغ فوار، إذن عندنا فعل رأى. ان شانوار، ان شانوار، إذن نتكلم عن قط أسود. ان شانوار، طبعا لو نوار المقصود به السواد، لو نوار. هنا عندنا لو سوار، المساء، لو سوار. مثلا نقول
Le soir, ils vont au cinéma. إذن في المساء هم يذهبون إلى السينما. Le soir. Au revoir. مع السلامة. كما نقول هنا طبعا تنشوف هنا عندنا voir. Voir يعني رأى. طبعا كما تنشوفوا كما غنعرفوا بأن الفعل ملي تنزيدوا له هذا غو المقصود بأننا تنتكلموا على إعادة الفعل. نتكلم مثلا على لو فيرب فير. لو فيرب فير يعني فعل فعل. لو فيرب فير. إذن عندما نقول مثلا غو فير إذن فعل إعادة الفعل. مثلا يقول لك شخص في سو ترافاي في سو ترافاي افعل هذا العمل. عندما يقول لك غفي سو ترافاي يعني أعيد فعل هذا العمل أعيد من جديد هذا العمل. غفي سو ترافاي المقصود بها أعيد من جديد هذا العمل. إذن هاد غ تعني إعادة الفعل. مثلا عندما نتكلم عن إكخي إذن ممكن نقول غي إكخي غي إكخي سور فوتر كي يعني اكتب من جديد على دفترك على دفترك. إذن هاد غو تعني إعادة الفعل. طبعا هنا عندنا فواغ يعني نظرة. غوفواغ غوفواغ يعني أنك تعيد النظر أنك تنظر مرة أخرى. إذن نضيف لها هاد أو إلى إذا المقصود بها هنا إلى إعادة النظر. المقصود بها إلى أن ننظر بعضنا بعضا مرة أخرى إلى وقت لاحق بمعنى آخر ننظر فيه بعضنا من جديد. أو غوفوار مع السلامة. طبعا نترجمها نحن مع السلامة. طبعا نترجمها مع السلامة أو غوفوار. ثم بونسوار بونسوار بونسوار. طبعا عندنا لو سوار بونسوار بونسوار بحال جور بحال كلمة جور بونجور يوم بونجور يوم سعيد. سوار لو سوار بونسوار مساء سعيد مساء سعيد. إذا نستأنف في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.